الدكتور نور الدين مصطفى، تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، مدرب معتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. أهم ما في الممثل هو تعبيرات وجهه، وأهم ما في تعبيرات وجهه هو الابتسامة، وأهم ما في الابتسامة طبعاً الأسنان. توم كروز واحد من مشاهير هوليود اللي قام بعمليات عديدة لتغيير شكل أسنانه. طبعاً غالباً حننسى شكل أسنانه المخيف القديم لأنه قام بعمل التغييرات مبكراً في بداية مشواره الفني. نجم هوليود بدأ حياته بأسنان صفرة معوجة وغير مصطفى، بعدها قام بعمليات لتبييض وتقويم الأسنان، لكن ما كانتش كافية، فقام بزراعة أسنانه الأمامية كلها وأوقف معاناته. كمان الممثل الشاب زاك اللي اشتهر من أول فيلم الجيران، قبل ما يوقع عقده مع ديزني كان مضطر لإصلاح أسنانه الغير متساوية، ده طبعاً غير تبييضها، ومن ساعتها ومعجباته من المراهقات بيفقدوا وعيهم قدام ابتسامة زاك. واضح إن معظم ابتسامات هوليود جمالها من صناعة طبيب الأسنان. أهلا بكم. الجميع الآن يبحث عن تجميل الأسنان. كل الناس، مش شرط بقى نقول إنه كان زمان يقول لك إيه هوليود سمايل عشان نسبة إلى نجوم هوليود، لا يا باشا، هو كله دلوقتي، أنا بقول دلوقتي كل حتة في مصر، في كل مكان في مصر تحتاج إلى سمايل. اللي بيشتغلوا في أي مهنة، سواء مدرس، محاسب، بيشتغل في بنك، بيشتغل بيقابل جمهور، أيا كان نوعه، بيشتغل أي حاجة، يعني حتى لو أقول لك بيشتغل مهن عادية ما تستلزمش التجميل وأوائل الخير، لا، كله بيتطور على التجميل. لكن التجميل دايما، تجميل الأسنان دايما بشبهه بخطوة، لو خططها صح هتبقى سعيد وفرحان بشكلك، وكل الناس اللي تشوفك تقول الله ايه ايه الابتسامة الجميلة دي. لو خططها غلط، اولا فلوسك راحت، ثانيا والفلوس مش كل حاجة، بس طبعا يعني في الزمن بتاعنا ده اكيد شيء مزعج جدا ان انت تخسر فلوسك. حاجة تانية، اكيد في اخطاء تمت، اكيد في اخطاء وظيفية تمت، والحتة دي هنتكلم عليها النهاردة، أن الخطأ في التجميل مش مجرد في رأيي أنا كمش محترف خطأ شكل، لا، أكيد في وظيفة حصل فيها خلل طالما التجميل ما تمش كما ينبغي عند متخصص في التجميل. وخلي بالكم بقى أن احنا بنحط قاعدة مهمة جدا مش في طب الأسنان بس، في كل فروع الطب، أرجوكم فهموا أن الأمور ترجع إلى متخصصنا. كل فرع في طب الأسنان دلوقتي بقى له متخصص، وعدم فهمك او عدم تقديرك لانك انت تقول ايه دكتور السنان ده صاحبي فانا هروح اعمل عنده كل حاجه وهو اللي يعمل لي كل حاجه، لا، اصل هو صاحبي قوي، انت هو كده لو مد ايده على اسنانك في كل حاجه يبقى مش صاحبك ولا يعرفك. فخلي بالكم من هذا الكلام. النهارده هنتك قوي على المعنى ده، هل، وسؤالي، هل التجميل الخاطئ سيكون معه كوارث مستخبيه؟ ده سؤال مهم جدا، هيكون من ضمن مضمون الحلقة المهمة جدا مع ضيف مهم جدا، واحد من ميجا ستارز عالم الأسنان، بنينا مع بعض فكر مهم جدا وثقافة مختلفة في التعامل مع طب الأسنان، كان له دور مهم جدا في تغيير وعي الناس ونقل فكرة التخصص والتيم وورك لأفكار الناس الموجودين في العالم العربي، وأقام هذا الدور بإجادة شديدة جدا، وما زال بيبدع بأفكار متميزة للغاية وباستخدام تكنولوجي متميز للغاية، خلى مصر لها مركز مهم جدا على خريطة السياحة العلاجية في عالم طب الأسنان. ضيفي العزيز واحد من ميجا ستارز هذا العالم، الأستاذ الدكتور نور الدين مصطفى، المتخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان، المدرب المعتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي، والمؤسس لواي تي للأسنان. أهلا بك. أهلا بك يا دكتور، منورني. ربنا يخليك. عايز أبدأ بقى معاك الأول بالسؤال ده، هل لو حد راح عمل تجميل عند غير متخصص فأصبح تجميل خاطئ، هيتبع هذا التجميل الخاطئ أكيد خلل وظيفي في الأسنان نفسها، ولا المسألة مسألة عيوب شكلية وبوظ شكله بس؟ طيب،
خلينا نتفق ان تجميل الاسنان هو من اعقد العمليات في طب الاسنان. انا عارف. تمام؟ يعني هو مش عمليه سهله ولا زي اي حاجه ممكن حد يخش يشتغلها لا ده اعقد عمليه زي كده عمليه القلب المفتوحه في القلب. هو صناعه وخطوات مبنيه على بعض واستشاريين كتير، يعني مجموعه من الخطوات لازم تتعمل صح علشان خاطر يطلع تجميل الاسنان صح. طيب انت السؤال واضح جدا، هل لو عملت تجميل الاسنان بشكل خاطئ هل ده هيضرني في شكلي بس ولا ليه ضرر وظيفي؟ اكيد 100%. تجميل الاسنان الخاطئ ليه اضرار وظيفيه، وتعالى نعد. واحد، لو انا مش عامل العضه مظبوطه، والعضه دي العضه الاطباق ده من الحاجات الصعبه جدا ان اي حد يعرف يظبطها، دي محتاجه دراسه، محتاجه حد متخصص عارف المناطق اللي فيها العضه السليمه وشكلها، علشان خاطر حتى لما بيجي احنا لما بنيجي نسلم الاسنان احنا بنقعد احيانا نعمل فاين تيونينج الواحد على 10 من الملي، واحد على 10 من الملي ده حاجه ما تتشافش وما تتحسش، تفرق في العضه، تفرق في الاحمال اللي نازله على السنه. فالعضه ممكن تطلع مش مظبوطه تعمل لي مشاكل في الاربطه اللي ماسكه السنه نفسها وتعمل لي تهتك فيها، فتعمل لي تاكل في العظم اللي حوالين السنان، ادي حاجه. الحاجه الثانيه انها تعمل لي حمل على مفصل الفك بتاعنا، فالحمل على مفصل الفك ده يبدا يعمل لي خشونه في مفصل الفك، يتبعه الطرقعه، وبعد كده الخشونه تزيد، يحصل تاكل في مفصل الفك، نخش في مشاكل زي زراعه مفصل الفك وقصص كبيره جدا، وانا رايح في الاخر ايه اعمل تجميل. فالجزء الوظيفي في الاطباق ده مهم جدا، وده بيحتاج متخصصين على اعلى مستوى عشان يعرفوا يظبطوه. الحاجه الثانيه، تحضير الاسنان، وده كلمه السر. تحضير الاسنان ليه برينسيبلز، بتعمل فينير ليه برينسيبل، بتعمل كراون ليه برينسيبلز او ليه قواعد، وهي الحفاظ على حاجتين مهمين جدا، قلنا منهم واحده اللي هي الفانكشن، الاهم كمان حاجه اسمها البيولوجي. البيولوجي يعني صحه الانسجه الداعمه للاسنان. السنه دي في حواليها انسجه بتدعمها عشان تفضل في مكانها. الانسجه دي عباره عن ايه؟ عباره عن اللثه والليجامنتس اللي هي الاربطه اللي ماسكه جذور السنه في العظم والعظم اللي حوالين السنه. طيب لو انا عملت حاجه اسمها فايوليشن، او انا بحضر الاسنان قربت بالتركيبات ديت اكتر من 2 مللي، يعني بقى البعد بينها وبين العظم اللي حوالين السنان اكتر من 2 مللي، انا في الحاله دي بعمل اسمها فايوليشن او انتهاك بالعربي كده لحرمه الانسجه الداعمه دي، فيبدا يحصل تاكل في العظم والتهابات شديده، وتبقى الحاله طول الوقت تقول لك انا عندي التهابات وعندي دم وعندي مشاكل كبيره جدا حوالين الايه التجميل بتاعي. هنا ده من ايه؟ من التحضير الخاطئ. طيب من البرنسبلز بتاعتنا الحفاظ على نسيج السن نفسه، لا انا اشيل اقل ولا اشيل اكتر، لو شلت اكتر يبقى انا شلت من سطح السن الداعم ليا فضعفت السن، ولو شلت اقل فانا بالتالي هحط فينير هتبقى عندها بلك، هتبقى تخينه في شكلها، هتبقى مش جماليه، فبالتالي حتى الكميه اللي بتتشال سواء في الفينير او في الكراون، اللي هو في الفينير اللي هو اقل حاجه اللي هو بنسميه تخشين، ممكن نشيل لغايه 0.2 اللي هو سمك ورقه ما يعني، وهنشوف فيديو اللي متشال من السنه تقريبا لا يذكر، بس بيتشال بطريقه معينه عشان يتعمل حاجه اسمها فينيش لاين. فينيش لاين ده اللي بتخش الفينيره بات جواه علشان خاطر ما يحصلش تسريب. ليه بقى؟ من ضمن الحاجات الغلط برضو ان يبقى في فجوات بين الفينير وبين السنه، لازم الفينير ده لو اتعمل صح، يعني بص هنا في الفيديو انت شايف التركيبات كانت ضغط على اللثه، هنشوف الفاينل هيبقى عامل ازاي. هنا بنركب السنان سنه سنه، واللثه ده له علم. بص بقى شكل التركيبه، التحضير، طريقه اللزق ده، انت عارف بروتوكول اللزق ده لو انت مش متعلمه صح 100% انت ممكن اللزق يفك او اللزق يبقى فيه فويدز ويدخل بواقي اكل. الكراون انت عارف الكراون او الفينير ده لو اتعمل صح انت قفلت على السن بتركيبه ليها ثلاث ميزات، واحد غير قابله للتلون، اثنين غير قابله للتسوس يبقى انا حميت سنتي من التسوس، ثلاثه اقوى من سنتك الطبيعيه فاقدر اكل بيها بشكل طبيعي. طب عارف التركيبه دي لو اتلزقت غلط ايه اللي يحصل؟ تبقى العكس، تسوس لك السنان اللي تحت لانها تدخل بواقي الاكل تحتها، وانت بتغسل سنانك ومبسوط ومتاكد ان انت بتغسل سنانك، بواقي الاكل دخلت من ورا الفينيره وبقت محشوره بين الفينيره وبين السنه، فتقعد بقى انت ساب بقى بكتيريا قاعده تعمل لنا تاكل في الاسنان،
واحد حط فينيرز وجي بعد 3 4 سنين لقى سنانه كلها مساوسه من تحتيه. هو من ايه؟ واحد بعد ما يعمل الفينيرز يقول لك ده انا بقت ريحه، يعني الريحه بتاعت بقي مش لطيفه قوي، وعلشان عمال اتحشر في الاكل من تحت وعمال يتجمع وانت مش عارف تنضفه. يعني 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 احنا في كيسز بتجينا الناس ما بقاش فاهمه هو جاي يكشف النهارده، تمام؟ ففجاه لقى نفسه بيتعرض على 4 استشاريين، عنده ضرس محتاج زراعه، يخش الاستاذ دكتور الزراعه يكتب له خطه، يخرج من عنده يقول له طب انت عندك مشكله في اللثه، هتخش عند دكتور اللثه عشان انا مش هينفع اشتغل لك الزراعه ولسه عندك ملتهبه. يقوم داخل استشاري اللثه يكتب له خطه اللثه، يقول له بس انت بقى وانت شغال انت اللثه في جزء منها من سبب تعبها ان انت اسنانك معوجه، انت حاجه تطلع لاستشاري التقويم عشان يحل لنا عوجه السنان، عشان لما نصلح لك اللثه ما ترجعش تاني، لان عوجه السنان هتفضل عامله التهابات على طول. بص الحاله دخلت عشان تكشف، عشان جايه عشان مثلا تزرع لقى نفسه لا هيحتاج يعمل تنظيف جير، لا ده تنظيف الجير كمان، لا خد بالك ده انت عندك التهاب ناتج من التقويم. فانت انت في مركز عمال يلففك علشان خاطر تاخد احسن خطه علاجيه ويتكشف عليك من كل متخصص، عشان في الاخر كل ده يحصل له انتجريشن او تكامل، عشان في الاخر تاخد خطه سليمه تحت اشراف استشاريين، علشان في الاخر سنانك تعيش للابد. ده الهدف بتاعنا. انت شايف السنان دي لما تكبر السنان دي قوي انت هتشوف التفاصيل بالظبط، هي باين هناك جزء من التفاصيل بالظبط بتاعت التصوير السنان. ده بتصوير احترافي على فكره، بالظبط نفس تفاصيل السنان اللي مع الطبيعيه. لان تفاصيل السنان الطبيعيه ايه؟ الطرف، اول حاجه الطرف بتاعها شفاف، ومش شرط يبقى شفاف ازازه، لا عشان نبقى لا في ناس بتتفنن كده يقوم عامل ايه الترانسلوشن تلاقي حته خط ازاز كده يدي لون جراي، هو مش كده، هو مفيش حد انت شفت حد اسنانه الطبيعيه كده؟ لا, لا. لا انا لازم ابقى طبيعي. على فكره انا عندي شفافيه بس مش باينه هي جايه منين، لانها ديفيوز مبنيه جوه طبقات السنين، مش انا راسمها، مش حاططها بالقلم، مش ملونها، لا دي مبنيه طبقه على طبقه على طبقه علشان تديني الشكل الطبيعي ده. ده قمه التجميل. التجميل ان انا ابقى عامل سناني شكلها حلو قوي بس تبقى طبيعيه جدا. انت لما تقابل الكيس دي تقول لها طب انت عامله تبييض، انت عامله تقويم، مش يجي في خيالك ان ده تجميل، لان حتى الكسره الرفيعه اللي في اخر السنه معموله. عارف لما يجي يقول لك ايه ده التمثال ده هينطق، يعني ايه التمثال ده هينطق؟ تفاصيل، يعني انت باصص عليه ده ناقص يتكلم، تفاصيل، صح كده؟ اه هي السن الصغيره اللي انت شايفها صغيره دي انا بشوفها بني ادم. بني ادم ليه تفاصيل، ليه عينين، ليه روح. التمويجات اللي في سطح السنه ما هوش عامل بقى ايه، كان في موضه كده لما قعدنا نطلع ونقول ايه التمويجه اللي جوه سطح السنه، الاقي المعمل جايب السنه وداخل عاملها لي مشرطها لي. يا عم مش كده، هو احنا بنقول يبقى فيها تمويجات اللي زي بتاعت ربنا؟ هو ربنا السنان خالقها بتشوف فيها الشرط دي؟ دي التمويجات دي جوه في السنه من جوه نتيجه تراكم السن. بص بقى هنا لما كبرناه شوف بقى كميه التفاصيل اللي في السن. شوف احنا ممكن عد ممكن قوي، انا هقول لك على حاجه، انه اللي بيعمل تجميل هنا يخلي طرف السنه متساوي تماما، وده غلط. هو مفيش حد سنته كده، مفيش حد طرف سنته متساوي تماما. لو اتعمل متساوي تماما عينك هتجيبه على انه ارتفيشال، على انه مش طبيعي، على انه مش طبيعي. فهنا لا بصوا بقى في زي تاكل كده، زي في حته كده، وبعدين في النص في السنترال انسيزورز بص تلاقي السنان معموله طبقا للشكل الكلاسيكي بتاعها، وفيها تعاريك بالعرض زي السنان الطبيعيه. لا شادنج، ده شادنج يعني ده هاند ميد. ده على فكره دي انت عارف السن دي عشان تتعمل، عشان كده لما بتيجي الناس تقول ايه ده انا رحت للدكتور عمل لي خد لي حضر لي السنان الصبح وصورها لي بالكمبيوتر وسلمني بالليل. لا 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 اقول لها ده مكنه، التجميل ده مكنه اهو، ده مكنه يعني بلاط بيطلع الطبع. دي بتاخد مننا الفك الواحد بياخد مننا عشان نعمله تجميل اسبوع بنا. ان ده طبقه اتحطت وتخش الفرن وتطلع طبقه وتخش الفرن وتطلع، ونقعد نفنن ولا حط ديت، لا زود دي، حط هنا كلر، حط. انت بترسم لوحه للحاله، فما ينفعش تقارن ما بين النتيجه دي. وانا عايز الناس بقى اللي بتشوف الحلقه دي يا ريت كده يسجلوها واخدوا الصوره دي كده يطبعوها، واللي عامل سنانه في يوم او عامل سنانه بتكاليف قليله قوي يقارن الاثنين ببعض. ليه بقى؟ لان برضو من ضمن المشاكل الكبيره قوي تيجي هتقول هو ليه في فروق في الاسعار. طيب حضرتك النهارده يا ست الكل لو جه الراجل الجوهرجي اللي جنبك
انت عارفه ان جرام الذهب النهارده ب 1000 جنيه. جه قام منزل كده كتب ورقه قال يا جماعه جرام الذهب ب 300 جنيه. لا ده مضروب. هتشتري؟ لا لا مضروب. انت كست هتشتري؟ في حتت في مصر على فكره بتعمل كده. انت هتصدقي ان ده ذهب؟ لا. طيب لما تيجي كيسز انت شايفه النتائج دي، الناس اللي بتعمل النتائج دي في العالم بتتكلم في رينج. هل ينفع واحد يعملها بخمس الرينج ده؟ يعني يعني على فكره دي قضيه مخيفه جدا في كل فروع الطب، مش بس اوعى تفتكر ان ده الاسنان. انا عارف انا بطرح ايه اللي هي فكره. انت ليه بتصدقي في صحتك ان الرخيص هو هو الغالي؟ صدقتيها ازاي؟ بص برضو واحد صديق حبيبي جدا في العيون عندهم المشكله دي ضخمه جدا، يعني بص ليه حد عامل لك ايه الليزك بكذا. انا بكلمك بقى فروع الطب المختلفه، وتلاقي مش مستهلكاته يعني حتى مش ما يساويش. هي دي ما يساويش. انا اقول لها يعني انت متخيله اللي انت الرقم اللي انت بتقوليه ده؟ ده اقل من ثمن ماده الخام. شاري ماده خام لسه هصنعها، فازاي عايزه تقنعيني ان ده هو ده؟ او انت عايزه تقنعي نفسك ازاي في صحتك؟ فكري كويس، علشان انا عمال اعيد في حالات معموله غلط، فانت خسرتي فلوسك اللي انت دفعتيها. واما بتيجي تعيدي بقى محتاجه تعملي علاج عصب، فدفعتي فلوس علاج عصب، محتاجه تعملي علاج لسه، فدفعتي فلوس علاج لسه، محتاجه تعملي تغيري التركيبات، فدفعتي فلوس تركيبات تاني، كان ممكن كل ده يعمل بفلوس تركيبات مره واحده وخلصتي. احنا عندنا مشكله كبيره في مصر جدا اسمها ناس ما عندهمش ضمير ضربوا كرسي في كلوب الجوده مقابل الثمن المنخفض. عامه ده ما بيضايقنيش على فكره. انا نصيحتي للناس، انا شخصيا مش متضايق خالص، عشان بس تبقى نبقى متفقين. مش متضايق من الناس دي خالص. لو متضايق ولا متضايق من الناس اللي راحت لهم، خد بالك برضو. يعني اقول لك على حاجه، احنا مثلا لما بننصح الناس اقول له اعمل تنظيف جير كل 6 شهور، تمام؟ مش انا بنصحه لو هو عمل كده، هو مش هيجي لي. هو عمل تنظيف جير كل 6 شهور فبالتالي هحافظ على اسنانه ومش هيجي لي، انا اللي هخسر. فاهم قصدي؟ فانا ما بتضايقش لا من اللي بيضرب في الجوده ولا من اللي بيروح يعمل ليه، لانه في الاخر جاي لي. فاهم الفكره؟ انا ما خسرتش. انت في الاخر هتلف وفي السنان في الاخر هتبوظ وهتجيلي. بص بقى الحاله مثلا دي، هل دي حاله ينفع اشتغلها دكتور عادي؟ انت شايف حاله السنان قبل عامله ازاي؟ دي حاله رهاب، دي فيها شغل لسه وعلاجات عصب وبنى ودعامات وعشان تطلع في الاخر الشكل ده. كان ده يعني انا وريتك ده اللي تحت ده، كنت تتخيل في يوم من الايام ان ده هو ده؟ مستحيل. فالفكره ان في كيسز هي والكيسز بقى اللي زي كده يقول لي دكتور انت تبرد لي سناني؟ اصل انا مش عايز ابرد سناني. ابرد سنانك؟ فين سنانك؟ انت جاي تعالج، انت هنا تيجي تقول للدكتور لو سمحت سلمك بقي اديني سنان كويسه. ما تقولوش انا عايز، انت اصلا جاي يعني انت جاي سنان مخلوعه، سنان مكسره، سنان دايبه، محتاجه تتعالج. فالافكار بقى المسبقه، اصل انا سمعت ان برد السنان، برد السنان انا ما عنديش طبقه ميلا اصلا في اسنانك عشان تبرد. ده انت داخل في قصص اكبر بكتير. فالكيسز دي اللي فيها المشاكل الكبيره دي اكيد مليون في الميه ادور على متخصص، ادور على فريق متخصص، لان دي فيها علاج لسه، فيها علاج عصب، فيها تركيبات. التجميل في ناس عندهم برضو سؤال او بيدور في دماغ بعض الناس انه التجميل يعني اللي دخل في السايكل بتاعته هيحتاج الى اعاده صيانه بانتظام وباستمرار، لانه التجميل لن يدوم لفترات طويله. تمام، ده في دماغ بعض الناس. خلينا نتفق على حاجه. التجميل بالماتيريال الحديثه يعني باحدث مواد موجوده دلوقتي في العالم، لو اتعمل بايد متخصصين بنسبه كبيره، لو انت عملت شروط الصيانه اللي هي الشروط الطبيعيه جدا، انا بغسل سناني قبل ما انام، بستعمل مضمضه، بستعمل ووترجيت، بروح مره اشيل جير كل 6 شهور، انت السنان دي بتعيش معاك تقريبا للابد، مالهاش عمر افتراضي. تتكسر بقى في حادثه، لا انت بقى اهملت بقى واللسان حصرت وبوظت السنان. لكن التركيبات نفسها يعني احنا مثلا جالنا حالات عاملين تركيبات 2003، التركيبه سليمه، ما عملش جير بقى له 12 سنه، السنان اتلخلخت وبتتخلع. بقول له طب انت شايف التركيبه اللي انا عاملها لك اهي سليمه زي ما هي، هو ايه اللي باظ؟ انت ما بتشيلش جير بقالك 12 سنه، سبت العظم ياكل السنان لغايه ما السنان نفسها اتلخلخت، لكن تركيبتنا اللي انا بديك عليها ضمان زي ما هي سليمه اهي. فانت لو عملت شروط الصيانه الخاصه بال 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 بالسنان الطبيعيه وتتعامل، خد بالك انا ما بقولش دي شروط صيانه للتركيبات،
شروط صيانه للاسنان العاديه. اللي هو زي ما قلنا بنغسل سناننا قبل ما ننام، بنستعمل مضمضه، بنستعمل ووتر فلوس، ووتر جيت، بنستعمل بنشيل جير مره كل 6 شهور. خلاص انا اسناني تفضل معايا ان شاء الله للابد، ملهاش عمر افتراضي. مش هاجي اقول لك بعد 7 سنين يلا غيرها. هل الناس لازم تعرف انواع الماتيريال ولا دي حاجه يسال يسال؟ يسال عادي من حقه يسال ويسال الفروق ويجيب يقول طب هي طب انا كنت شايف الصوره الفلانيه دي، طب دي ايه؟ طب الصوره دي طب ليه في فرق بين الاثنين؟ والله دي حاله كنا بنعمل لها زيركونيا لانها حاله ما فيش سنان اصلا، وبنعمل كراونز او بريدجات، فبنستخدم ماتيريال مختلفه. هنا الفانكشن مهمه جدا او الوظيفه مهمه جدا، هنا ده الغرض تجميل فعملنا فيه كذا كذا. يعني بالذات التجميل اول جلساته قبل ما نشتغل احنا بنحاول نبقى فضفاضين جدا مع الحالات ونفهمها جدا، علشان لما يجي يشتغل خلاص يبقى ما عندوش اسئله خالص. فالتجميل بالذات اسمع من الحاله كويس، مهم جدا تفهم هو دماغه رايحه فين ونفسه وصل لايه، وتتناقش معاه قبل ما تبدا. لو ممكن يكون عنده معلومات غلط انت تصلحها له، او ممكن يكون مش واصلك هو عايز ايه. ففي حاجات بسيطه جدا، يعني في ناس تبقى عامله تجميل حلو جدا بس هو كان نفسه اسنانه تبقى السنتين دول اطول شويه، وانت لو عملتهم اطول شويه هيبقوا حلوين عليه. فاهم قصدي؟ فاسمع من الحاله. وانا دايما بقول للحالات على فكره ما توريني احلى صور انت بتحبي شكل السمايلز بتاعتها، توريني صور اقول لها والله الصوره دي تنفع عليكي تبقى حلوه قوي. طب انت هنا انت قصدك من الصور دي انت عايز السنتين دول طوال؟ يا دكتور نفسي دول يبقوا طول شويه. ايوه هخليهم لك طوال بس مش هينفعوا يبقوا طوال قوي عشان كذا، بس هخليهم لك اطول. هلعب لك في السنتين اللي جنبهم شويه، اقصرهم شويه لان انا مش قادر اطولهم اكتر من كده لان العضه هتبقى فيها مشكله، فهديك الشيب اللي انت عايزاه بس بكاموفلاج. فاهم الفكره؟ لازم في التجميل بالذات، التجميل في عامل نفسي مهم جدا هو ارضاء الحاله. فانت لازم تكون سامع منها كويس قوي علشان لما تيجي تعمل لها تجميل يطلع على هواها بالطريقه العلميه، كانها بالظبط شافت فستان عجبها بس هي مثلا مليانه شويه، مش هو ما عامله بقى محزق لا، اعمل لك الستايل ده بس يبقى باين عليك انت على تفاصيلك، يبقى باين عليك حلو. فاهم قصدي؟ في ناس كتير قوي بتسالني على خصوصا اللي جايين اجازات الاخوه العرب اللي بيجوا مصر، وخصوصا كمان ان في ميزه دلوقتي في مصر تخدم السياحه العلاجيه الخاصه بطب الاسنان، وهي انه سعر الجنيه طبعا يعني يخفي السياحه العلاجيه. انت النهارده عايزين نستغل الموضوع ده، احنا كده بنستغله بنستغله طول عمرنا. بس على فكره انا بتكلم بقى من الناحيه العلميه، المريض اللي جاي يعمل تجميد بالذات عنده خوف انه هيبقى بعيد عنك، يعني 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 هيعمل وهيسافر. تمام. ودي اكتر حاجه تطمن الناس. احنا بنشتغل على دول الخليج من 2006. يعني بقى لنا كام سنه؟ 16 سنة. الحمد لله الحمد لله. الناس اللي بتعمل معانا تبعت أهلها كلها من 2006. ده معناه إيه؟ معناه إن هو قاعد من 2006 بسنان سليمة. وخد بالك في الخليج هو ما بيجيش كده، في الخليج أكتر 99% من الناس ما بيجيش لدكتور ما يعرفش حد اشتغله، يعني لازم يكون الدكتور ده في حد في حياته قبله شاف شغله. هو ما بينزلش على دكتور ما يعرفوش مستحيل. فاهم قصدي؟ لأن هو خايف، فبالتالي هو بيبقى شايف حد عمل سنانه وعجبته فيقول لك ايه انا هنزل للدكتور اللي عمل سنان فلان. فمعنى كده عشان كده انا بطمن الناس ان فكره التجميل انه ديوربل، بدليل انا هضرب لك مثال بسيط جدا بس يكون زي ما قلنا التجميل اتعمل صح. واحد زي كريستيانو رونالدو، واحد زي توم كروز، دي ناس مهمه جدا حياتها ماشيه زي الساعه، ما ينفعش يتعطل، ما ينفعش يحصل له اي مشاكل. كل الناس دي عامله تجميل بالتركيبات التجميليه، وكريستيانو زي ما انتم بتشوفوه في الماتشات بيتخبط بيتدغدغ وبياكل وبيشرب وبيتمرن في يومه ماشي طبيعي. هتقول لي الناس مثلا مضربه مثلا يقول لي ما هو معاه فلوس يغير، هو ما عندوش وقت يغير. لا وبعدين مش هيحصل، مش هينفع في وسط الماتش. بقول لك هو ما عندوش وقت يغير، شوف منظر ان سيبك من طارق. سيبك من الفلوس، هو ما عندوش وقت. لا انا كمان بحكي لك على انه في الماتش نفسه ما ينفعش كره تيجي في وشه واحد زي توم كروز يبقى ماشي وفجاه بيتكلم مع الجمهور فجاه السنيت وقت. يعني فالحاجات دي دوربل جدا بتستعمل صح. فالناس اللي بتيجي احنا الحمد لله يعني من اكتر الناس اللي بتشتغل على السياحه العلاجيه بالنسبه للخليج، الناس بتيجي تقعد معانا اسبوع 10 ايام تخلص بيمشي خلاص. هو يعني كل اللي بيطلب منه يروح مره كل 6 شهور يشيل جير، ومن الحاجات النوادر جدا الحالات بتروح تشيل جير فالدكتور فاقول لها بيقولي للدكتور لو سمحت ان انت عامله تركيبات عشان هو مش هيبقى عارف. ففعلا تقول للدكتور قول لها فين التركيبات؟ لان هو مش شايف تركيبات، هو شايف سنان شكلها طبيعي جدا. ويسال بقى طب انت عاملاه فين؟ والله ده انا عاملاه في مصر. ده فعلا دي السنان شكلها جميل جدا وطبيعي جدا، ايه ده انا يعني ما تخيلتش، يعني لولا ان انت قلتي ما كنتش ركزت. ف
كل اللي بيبقى مطلوب منهم ان يشجير مره كل 6 شهور ومش محتاج جير مصري تاني خالص. من الحاجات اللي انا بفتخر بيها جدا ان احنا لنا شعبيه الحمد لله في الدول العربيه بتاعتنا. الحمد لله الحمد لله احنا يعني مصر هي الدوله الاولى في السياحه العلاجيه بالذات في التجميل سواء الاسنان او التجميل بشكل عام. مصر يعني من 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 الدوله رقم واحد. نتيجه ايه بقى؟ لان احنا المصريين طول عمرنا من ايام الفراعنه عندنا حرفه في ايدينا عندنا صنعه. الصنعه دي اللي بتخلي دكتور التجميل وهو بينحت بيعمل حاجه شكلها حلو بيخلي دكتور السنان ذوقه حلو بيرسم حلو فايدينا حلوه فده بيخلينا نطلع منتوج في الاخر شكله جميل. نورتنا وشرفتنا وقطعت كعادتك دكتور وكالعاده دايما بتبهرني بتبهرني ضيف العزيز واحد من الاسماء القديره الميجا ستار عالم طب الاسنان الاستاذ الدكتور نور الدين مصطفى المتخصص في مجال تجميل الاسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان والمدرب المعتمد بالجمعيه الدوليه للتصوير الرقمي كان ضيفي كعادته مبدعا في الناس الحلوه.